تمنيات الصحة والعافية لكل أهلنا في شمال كردفان وفي الأبيض بالتحديد وكل المناطق اللي فيها انتشار لحمى الضنك، آملين وسائلين الله عز وجل أنه ينعم عليهم بنعمة الشفاء العاجل. نمشي كنترول ومن ثم نعود لنواصل مشوار الصباح مشاهدينا برفقتكم. الاستراتيجي وخبراء السياسة وعلماء التنمية. تتشابه باحات المدارس خاصة تلك التي لها براحات تمكنها من وضع سارية يرفرف عليها علم السودان. عادة ما تتوسط مساحة مقدرة يقام عليها طابور الصباح. بساطة المكان وأناقته تقول لك هذه الشقيلاب الحسانية التابعة لمحلية جبل أولياء، وهذه الفصول تقول إنها مدرسة ذات النطاقين الأساسية. حملنا كاميرا صباح الشروق لنجوس خلال أضابير هذه المدرسة ونخرج بالمعلومات التالية. هذه المدرسة تم افتتاحها هذا العام، بدأنا في 12/2/2022 ودخلنا في هذه المدرسة بمنظر بتاع ده اللي نحن معاه أو شفناه، محتاجة لإصلاحات كثيرة، محتاجة لبعض المعينات داخل الفصول. فأنا بعد جيت المدرسة يعني الوضع كان صعب شديد، لكن بمجهودات الآباء، بمجهودات أولياء الأمور، بمجهودات صديقات المدرسة قدرنا نصل من وضع هذا الوضع الموجود في المدرسة. تحتاج المدارس في بلادنا لمد يد العون تداعيا كبيرا ونفرة من الجميع. المدرسة فيها نهرين، أربع فصول، يمكن ناقصين السنة الجاية سنة ثالثة ما في خالص، يعني ولا مبنى واحد لسنة ثالثة فصل واحد ما في. يمكن المساحة هو قدامكم فاضية، ما في مساحة للفصول، بالإضافة للأساس المكتبي. يمكن إحنا معلمات قاعدين في مكتب بس فيه أربعة كراسي فقط، لا دولاب ولا ترابيزة ولا أي حاجة. ولأن الطلبة والطالبات هم عماد هذه العملية التعليمية ومحورها الأساسي، كان لابد أن نستنطق هذه الطالبة. تحتاج المدرسة إلى تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والمعلمين، وتحتاج إلى بناء فاصل جداري بين الأساس والمتوسط. مكاتب المعلمين غير مجهزة. وأخرى عبرت عن أشواقها وآمالها في مدرسة جاذبة وبيئة مدرسية تساعد على التحصيل الأكاديمي وتنمية المواهب. يا أخي أنت أصلك مين؟ نحن المراقبية بتتحل ظلام الليل ببسمة سحرية، تشرح وتفرح بلوحة فنية، لهو دم مربي كده عايش حياة رضا، ازرع حقوق الكون في الأرض أو في الزول، همه الوحيد علمك شخصك جبل همك. لسان حال الأهالي وفريق عمل هذه المدرسة يلهج بالشكر والثناء لواحدة من سيدات منطقة الشقيلاب، والتي تكفلت ببناء طابق توسيعا لاستيعاب طالبات الشقيلاب في زمن أحوج ما نكون فيه للدعم للمدارس حتى نتجاوز صعوبات هذه المرحلة. كنا معكم صباحا في صرح من صروح التعليم، ألا وهو مدرسة ذات النطاقين بالشقيلاب الحسانية جبل أولياء.